ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. وحشتوني جدا جدا، واهلا بيكم في فيديو جديد على قناه يوميات جو وايفو. النهارده جاي لكم فيديو حلو قوي. الناس اللي سالتني كذا مره على الانستجرام، انت بتستخدم ايه في التصوير والفلوجات والكلام ده كله؟ بصوا يا جماعه، النهارده جايب لكم حاجه من ضمن حاجات كتير انا بصور بيها، بس الحاجه دي انا شايفها حاجه اساسيه وحاجه انا ما اقدرش استغنى عنها في التصوير، سواء بره البيت او جوه البيت. انا طبعا مش بصور لكم بيه دلوقتي لان انا ما عنديش غير ستاند واحد بس، فبس انا جايبه لكم علشان تعرفوه وتعرفوا سعره وتعرفوا الخامه بتاعته وتعرفوا هو بيعمل ايه بالظبط، وصدقوني هتنزلوا تشتروه فورا. انا دورت كتير جدا جدا وما لقيتش احسن منه. طبعا هو في احسن يعني منه بمراحل وبيعمل حاجات روعه طبعا، لكن في الفئه السعريه بتاعته مفيش غير الستاند اللي انا هوريه لكم النهارده ده. ستاند كويس جدا جدا، بيستخدم للكاميرات وللموبايل، بس انا طبعا عشان ما عنديش كاميرا وبصور بالموبايل من ساعه ما بدات على اليوتيوب، فجايبه علشان خاطر الموبايل بس. بصراحه نفعني جدا سواء في فلوجات او سواء ان انا بصور بيه في البيت زي ما بصور لكم دلوقتي كده. فان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت يا جماعه علشان بس اتشجع وابتدي ان انا اعمل لكم فيديوهات باستمرار، لايك واشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وشير يا جماعه علشان الشير ده بيفرق معايا جدا جدا، لانه بيساعد على نشر القناه ونشر المحتوى بتاعي. فلو انت شايف ان المحتوى بتاعي بيفيدك او بيقدم لك حاجه محترمه وحاجه بتستفاد منها، يا ريت ما تبخلش عليا باشتراك وشير للفيديوهات بتاعتي علشان توصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبتدي الفيديو. ورجعت لكم تاني، وزي ما قلت لكم يا جماعه النهارده جايب لكم ستاند، واكيد انتوا شفتوا شكله في الصوره المصغره على الفيديو وطبعا من العنوان. الستاند يا جماعه هو الستاند ده. الستاند ده يا جماعه كويس جدا جدا، انا شايف انه من انضف وافضل الستاندات الفئه السعريه بتاعته، وهقول لكم سعره في الاخر يا جماعه. الستاند ده من شركه جاميري. الستاند ده مميز جدا جدا، هتلاقوا اسمه بالظبط ظهر لكم، جاميري كي بي 2203 ده الموديل بتاعه. طبعا اكيد في موديلات اعلى منه بس طبعا سعرها اغلى بكتير، ولكن الستاند ده انا شايف هيقضي احتياجاتي، وستاند مميز جدا. هو على فكره يا جماعه عشان بس مبدئيا كده عايز اوصل لكم معلومه، ان الستاند ده مش طويل قوي ولكن ماتيريال محترمه، وبيقدر يكفي احتياجاتي في التصوير سواء بره البيت او جوه البيت، فانا ما بقدرش استغنى عنه بصراحه يا جماعه من ساعه ما جبته. تعالوا مع بعض كده نفتح الستاند. هو الستاند يا جماعه هو طوله كده زي ما انتم شايفين في الكاميرا، هو ده كده تمام. طبعا هفتح الرجول دي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بصوا يا جماعه هو ده الستاند، يعني هو مش طويل قوي، ثواني اضمه لكم كده علشان تشوفوه. هو ده يا جماعه طول الستاند، ده اقصى ارتفاع ليه. هو مش طويل قوي زي ما انا قلت لكم، لكن كماتيريال محترم جدا تمام. زي ما قلت لكم يا جماعه ده اخر طول ليه، فانا هقفله دلوقتي علشان بس اشرح لكم المزايا اللي فيه بعد كده. تمام، بصوا يا جماعه لو جينا بصينا هنا على الستاند، لو جينا بصينا من الجنب هنا هتلاقوا يا جماعه هنا ميزان ميه، علشان وانتوا حاطين الكاميرا او الموبايل تقدروا توزنوا الموبايل ما يبقاش مايل لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، يبقى مظبوط تمام. فميزان الميه ده حاجه برضو بتعرفني اذا كان زاويه التصوير بتاعتي مظبوطه ولا لا تمام. طيب تاني حاجه يا جماعه هنا الايد دي اللي انا برفع وبميل منها، الايد دي يا جماعه بصوا هفكها لكم برضو علشان تشوفوا. الايد دي يا جماعه بورما، بقدر ان انا الفها، هركبها لكم دلوقتي. انا دلوقتي يا جماعه جيت برفع وبميل، لو جيت قفلتها خالص كده انا قفلتها خالص، لو جيت ارفع مش هترفع معايا. فهنا نقطة كويسة لو انا عايز بصور بره في مشهد خارجي بره البيت، وفي حتة مثلا فيها هواء شديد او كده، او ممكن حد يخبط الستاند او يلمس الايد دي فزاوية التصوير تبوظ او الكلام ده كله. فانا شايف انه الحتة دي مميزة جدا جدا. انا دلوقتي فكيته شوية، ف
ففوق وتحت يمين وشمال هيبقى معايا تمام جدا. ولكن انا بظبط الزاوية بتاعتي خلاص ظبطتها وبزاوية معينة هبتدي ان انا اربطها كويس كده تمام، فمش هتتحرك معايا خالص، فهقدر وانا بصور المشهد بتاعي هبقى ضامن انه الستاند مش هيتحرك خالص خالص من فوق بسبب المقبض ده او الايد دي تمام. طيب دي نقطة. تاني نقطة يا جماعة، الستاند هنا بيعملها معايا بيديني مساحة وحرية ان انا اصور بزاوية 180 درجة فوق وتحت ويمين وشمال، بقدر ان انا اتحرك بيها بكل سلاسة. هنا يا جماعة زي ما قلت لكم اهو بيتحرك معايا في فوق وتحت براحتي. هبتدي ان انا افك الحتة دي زي ما انتم شايفين كده قدامكم على الكاميرا تمام. بصوا يا جماعة بلف بيه ازاي، ابتدي ان انا اصور بيه براحتي جدا، هحط الكاميرا او الموبايل بتاعي وابتدي ان انا اصور باي زاوية انا عايزها تمام يا جماعة. ولو انا خلاص اخترت الوضعية دي هبتدي ان انا اقفل هنا تمام، هقفل هنا يا جماعة كويس، وابتدي ان انا من الجنب هنا هقفل برضو كويس. هبتدي ان انا الاقي خلاص ظبطت معايا، مش هيبقى جاي معايا لا يمين ولا شمال، هو فوق وتحت تمام. لكن لو انا فتحت هنا هلاقيها فكت معايا بقت فوق وتحت ويمين وشمال تمام. طيب في حاجة برضو كويسة جدا عشان ارتفاع الستاند ما هوش كبير، ففي حاجة حلوة قوي يا جماعة قلت لكم يا جماعة في اول الفيديو ان الستاند ده طوله مش كبير قوي، فبقدر ان انا اطول الستاند شوية لو انا عايز من المقبض ده تمام. ببتدي ان انا يا جماعة افك بس اهوي من هنا شوية لو انتم شايفين قدامكم على الكاميرا، وببتدي من المقبض ده ارفع كده يا جماعة، بيبتدي زي ما انتم شايفين يترفع معايا، وده اقصى ارتفاع لي تمام، بلس الارتفاع بتاع الرجول طبعا، فهيبتدي ان هو يعلى معايا شوية، مش طبعا ارتفاع مش عالي قوي ولكن بتساعد معايا الى حد ما. ليه؟ علشان لما باجي اصور تمام الايد دي ما تخبطش هنا يا جماعة، الايد دي ما تخبطش هنا، فابتدي ان انا احرك براحتي تمام عادي جدا اهو يا جماعة، ببتدي ان انا احرك براحتي عادي جدا. وده الستاند اللي انا كنت طالع يا جماعة اتكلم معاكم عليه، ستاند جميل جدا جدا ومميز بصراحة، ونفعني جدا جدا في شغلي وشغل التصوير سواء الفترة اللي فاتت او الفترة اللي جاية ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، يكون فيديو خفيف كده واستفدتوا منه، ولو الفيديو عجبكم متنسوش بقى بلايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. وزي ما قلت لكم يا جماعه الشير بيفرق معايا جدا، لو محتوى القناه انت بتستفاد منه فشير الفيديوهات بتاعتي علشان غيرك كمان يستفاد. وشكرا ليكم وشكرا لمشاهده الفيديو، استنوا فيديوهات تانية، سلام.